بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف طريقة تغيير OLC الكرانك خلفي، وتغيير رومان بيلي الفلام، ومسمار أو طقم مسمار فلام. نشوف مع بعض الفيديو كده. طبعا هو دلوقتي هيشيل الرومان بيلي القديم الاول، طبعا بيستخدم سبيشال تول، طبعا مش شاكوش بقى او مفك والكلام ده، لا في سبيشال كده بيستخدمه عشان ما يجرحش برضو الفلام، او لو البلية دي مثلا محتاج ان انا اخرجها مثلا وهركب واحدة تانية، او هخرجها واركبها تاني، برضو سبيشال تول دي بتبقى ايه الانسب في عملية الفك والتركيب. طبعا ده تنظيف، يعني زي لو في مثلا زيوت او حاجة زي كده بيحتاج بينظفها، وعشان بقى يعمل تشيك عليها لو في شرخ مثلا او في اي مشكلة، طبعا بيبص كده على المكان، التقب بتاع المسامير، في حاجة مشرخة، في حاجة مكسورة كده، تمام. هو بيبتدي بقى يركب الرومان بيلي الجديد، طبعا باستخدام السبيشال تول برضو اللي كان فك بيها الرومان بيلي، يعني استخدم نفس السبيشال تول. طبعا بيحط طبقة من الزيت كده على الرومان بيلي عشان ايه في انزلاق من الرومان بيلي داخل الفلام، شايفين طبعا الموضوع بيتم بكل سلاسة، ما فيش اي حاجة بتتكسر او وقت كبير، او الرومان بيلي مش بيدخل عادل معاه، لا داخل معاه بكل سلاسة وعادل في مكانه. هي طبعا هننضف الجنب التاني اللي هو اللي بيركب على الاول سيل بتاع الكرانك. نروح على المرحلة اللي بعدها بقى، هو طبعا هيعمل تشيك برضو الناحية دي لو في اي حاجة مشرخة، او يدخل على المرحلة بقى، مرحلة الاول سيل الكرانك. نطور الأولسيل القديم، طبعا في سبيشال كده او مفك، يعني مش شرط، يعني ممكن المفك عادة يؤدي الغرض. طبعا هو بيفك الأولسيل القديم، بيتأكد طبعا من الرقم بتاع الأولسيل، هينضف مكانه. برضه تشيك كالعادة، طبعا بيكون في إضاءة عالية عشان أعرف بقى إذا كان في حاجة متكسرة، حاجة مشرخة، في نحرة موجودة مثلا، تمام مفيش أي مشكلة. ابتدي بقى إيه نركب الأول سيل الجديد. طبعا هنا بيستخدم سبيشال كده
حاجة محترمة كده في تركيب الأوليسيل طبعا. نو لوبريكيت يعني ايه؟ او نو اويل يعني انا مش بحط زيت عليه بقى زي ما احنا زيت وسيليكون والقصص دي، ما فيش الكلام ده. هو الأوليسيل بيركب في مكانه بدون اي حاجة، مش بحط له اي حاجة خالص، هو أوليسيل فقط، ما فيش اي زيت او سيليكون بيدخل، بيتحط على الأوليسيل دي سبيشال. بركب على الأوليسيل وربطها في المكان ده، الأوليسيل بيبات مكانه يعني بالملي، يعني مش محتاج بقى ان انا اعمل تشيك بعدها. هو طبعا كده هيربط، هيبات الأوليسيل مكانه، يبتدي يفور تاني. تمام كده، كده هيفور بقى السبيشال، ويشوف بقى الأوليسيل. تمام كده، طبعا دلوقتي هيبيت الفيلم مكانه، ويبتدي بقى ايه يركب مسامير الفيلم. طبعا هو هنا هيغير طقم مسمار كامل للفلام، نو لوبريكيت برضو، ان انا مش هحط زيت. طبعا الاستادين او المسمارين اللي هم راكبين دول بدون راس، دول الهدف منهم التعليق، ان هو بيعلق عليهم الفلام لحد ما يجي ايه يربط طبعا باقي المسامير. واخر حاجه بتتشال، واخر حاجه اول حاجه بتركب طبعا لما اجي اركب الفلام عشان يحمل عليها الفلام، واخر حاجه بتطلع او اخر حاجه بفكها وانا بركب. كده خلاص انا ربطت المسامير بتاعتي، ببتدي ايه افك بقى الاستادين دول او المسمارين دول او الجويتين دول مثلا. كده خلاص دورهم انتهى، كنت عاملهم بس هو ان انا حاجة كده بعلق عليها الفلام عشان ما بقاش ايه ان انا مستني ايه احط مسمار واشبط مسمار والكلام ده. تمام كده، الفلام بايت في مكانه، ربط المسامير. تمام، اربط اخر مسمارين. استخدم طبعا يد العزم، عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ايه يصلك كل جديد من القناة. وكان معكم اسلام المصري، اسيبكم تكملوا اخر خطوة اللي هو طبعا بيعمل الزاوية 90. عشان بعد ما بيربط بالعزم طبعا هو ممكن يعمل زاوية 90 او ممكن بالسبيشال اللي بيركبها دي. يربط على الزاوية 90، شايفين طبعا التدريج الموجود عليها، بيديله الزاوية اللي هو ايه عايزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.